يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نورو لي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى ريحة رمضان على الحياة فام مع بنة رمضان الجو معنا ياسر مزيان انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نورو لي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنة أخرى منجم يكون كان بنا اخرى مادام على الحياة فهم ان شاء الله رمضان مبارك على الناس الكل ومرحبا بالناس الكل عضلت الموجة علينا على 93 على فهم ولا اكيد على سيت اوفيسيال نتاعنا هكا ان شاء الله يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا قاعدين برونشي كو سوا في قروان والا من خارج اراضي الوطن كيما كل يوم ندخلوا لكم ان شاء الله بالفرحه بالبهجه بالبركه ان شاء الله وبالحاجات الحلوه الكل بنة رمضان كيما تعودتوا بها فيها مختلف الفقرات اللي تهم الماكله اللي تهم الحكايات تشنشينا الربح زادا موجود عنا كل ما يهم التوانسة الكل تلقاوه موجود في بنة رمضان اكيد باش نكونوا معاكم حتى للخمسه امتى على عشية قبل كل شيء تحيه كبيره لتوكال اللي مأمنت لنا الحصه لغايه اخر شهر رمضان المعظم ان شاء الله على نودكم كان سامحوني بالبنه نودوكم بالصحة بالحاجة اللي مختارة بالكعبة بالحاجة اللي مختارة بالعناية منتوج تونسي بأيدي تونسية أكيد نحكيه على هريسة الوطن القبلي هريسة سامحوني هريسة توكال وأكيد منارة جربة و هريسة الهريسة البنينة الهريسة الفاوحة الهريسة اللي نلقاوها في كل مخشي في كل دار تونسية أيضا زادة نحكيه على أطماطم اللي مختارة بأيدي وعناية كبيرة برشا نحكيه على البيروكي زادة اللي ما تستحقوش برشا معناها أطماطم باش تطيبوا الفطور متاعكم وخاصة القروسية ما فميش نحكيه زادة على الغلة اللي مختارينها بعناية في المعجون السفرجل معجون الفخاز معجون شو اخر عنا لاريكو معجون التين هذه كل تلقاوه في لي برودوي توكال لبنان برشا 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 واللي دائما يكونوا معنا لاخر شهر رمضان المعظم تحيه كبيره برشا برشا لكيب زاد اللي بتكون امنت لكم الحصه لليوم وتحيه كبيره لكيب تكنيك تحيه لزميلنا احمد المخلوفي في الاخراج التقني بالنسبه لليوم تحيه لسهيل ايضا في الديجيتال تحيه الأنس اللي دائما في البلاتو ومراقبه البلاتو لونكلاسمون تاع الديكوراسيون المزيانه برشا برشا شكر كبير ليوسف الصدفي على النحاس القلوي والديكوراسيون القروية الكل أيضا نقدم لك تحية سيف الدين بولعريس اللي معانا دائما موجود في البلاتو معكم نور بيجي من قدام الميكرو وكما العادة ما جيش واحد يجي معايا حمزة بالشيخ مرحبا عسلامة عسلامة مرحبا بكم الناس الكل جيش أقول لكم صحة شريبتكم شيء طيب جو اليوم برشا جو يستنى فيكم كما كالعادة توكال هي اللي تزهينا وهي اللي باش تحضر لنا برشا برشا حاجات شيف امين وبدبارته اليوم زاد باش يزهينا وباش يخلينا زاد متشوقين وكل شيء والحكايات والدنيا وصلاح حبيبي مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله تعديوا احلى اوقات معنا اكيد معاك انت ديما فما الصندوق عجب فما الحاجات مزينة كل والحكايات اللي ديما متشوقين لها وعنا شيف امين الرماح اللي ديما مدلنا باللي رسيت مرحبا شيف امين مرحبا نور عسامة عسامة حمزة عسامة اخونا المصري اليوم عنا روسيت جديدة عنا حاجة في الحلو حاجة أيوة. في الملح دونك كيما وصيتكم البارح تحضروا لنا الكرني خاطر اليوم عنا روسيت باش تطول شوية باش نسحقوا شوية مقياد اليوم ايوا انا نعجب كلمة عليها في الحلو موجود بيان سور نور في لي برودوي توكال في الملح في الحلو في الويكاند وانا مغلب الناس معناها تقعد في الدار الويكاند انا باش نطولوا اليوم باش نعملوا حاجه بنينه ياسر
très bien. Alors البارح شوقتنا برشا برشا للبيسك دو كروفيت اليوم. حاجه كوزين فرنسيز ولا كوزين تونسيين؟ هما الكلهم براتيكمون هي الباز نتاع الكوزين فرنسيز. معناها هما لي فونداتور نتاع الكوزين بصفه عامه هما سون لي فرنسي. معناها انا احنا نحب شويه نتونسوهم لي روسيت هذوك ندخلوهم أكيد فوالا. كي نحكيو على الهريسة أكيد هريسة الوطن القبلي منارة جربة أكيد توكال اللي ديما تدخل الكل دار تونسية وتحرحرنا هكا الماكلة. خلاص ديما نحب الماكلة الموزوزة احنا خاصة هكا في الحسو في اللي سوب والله يظهر لي كان احنا في تونس نحبوا السوق المحرحة. هي معنى الماجوريتي متاع لي سوب معناها يجيو من الكويزين تونيزواز. الكويزين تونيزواز اللي هي معناها نقولوا احنا الكوجينا نتاع القدم البيات ومعناها اللي فاميها هذوك هما اللي معناها اللي عملوا لي باز نتاع الكوجينا هذه ودخلوها. واحنا الحقيقه القروان في التاريخ اللي عندنا في الهيستوريك معناها نمتازوا على برشا جهات في برشا حاجات بنين على الاخر على الاخر على الاخر. تري بيان. الوغ هذا كل باش نكتشفوها معك انت شيف امين. الوغ الاضافه الجديده واللي ديما هكا محفلنا الاجواء صلاح. مرحبا بك صلاح. اهلا يا نور واهلا يا حمزه والشيف الجميل بتاعنا الشيف امين. مساء القيروان ومساء الجمال يا رب على القيروان واهل القيروان. والقيروان دي على فكره يعني انا بحب تونس كلها لكن ليا فيها يعني سبحان الله بحس ان انا ابن الارض دي. قداش عندك تو صلاح تعيش في قروان؟ يعني ممكن عديت ثلاث سنين وشويه بس بتعرف. القيروان بشم فيها ريحه يعني عندنا اماكن جميله جدا واماكن تراثيه وتاريخيه في مصر زي مثلا سيدنا الحسين السيده زينب السيده نفيسه الاماكن العريقه دي اللي تنزلي فيها تحس ان انت متجرده من كل حاجه يعني حاسه كده ان انت مكان روحاني. فهي مشهوره والقيروان دي من اعز الاماكن على قلبي. والنهارده الجو حر شويه بس طبعا ايام رمضان كلها خير وبركه ولو اكثر من كده يعني ربنا بيعيننا في الصيام ورمضان كريم ان شاء الله. امين يا ربي. قبل ما نمر ونحب نفكر ساعه الناس اللي قاعده تفرج فينا الناس اللي قاعده تسمع فينا اليوم يصير اتراج اوسور بالنسبه للكادو الاسبوعي عطشنشينا. الوغ مشكوره زميلتنا انس اللي خذت لي كومونتير نتاعكم الكل على طول لا سمان باش تحطوا اكيد في البول. حمزه بالشيخ ورينا اكل بول. اعطينا خويا بلون على حمزه فوالا انا ديجا تحط في البول النحاس هذوما اللي شاركوا الكل معانا حطيناهم في بول النحاس كل اسامي الكل موجوده اللي جاوبوا بالصحيح الكل عطشنشينا وش اختاروا اليد البريئه فوالا انا برشا ايدي البريئه سعيد حسيت كور نحاس صدفي هذا بالحق زيت زينها البول هذا صح ريت ريت والله مزيان على الاخر ريت ياسر على الاخر والله شويه حط عليها شويه بخور انا المدخره يخلينا من بطل. طب فين جو رمضان ما تكملوا لي الاخر بقى حطوا معنا البخور في الاستوديو به ناخذوا من عندها الاوكي شنو قلنا على الكادو اللي استنى فيهم اكيد كادو يعمل 66 كيف من عند النمبر 1 من عند الفريقي جو سام اللي ديما مدللنا باللي كادو لي تابليت لي فابليت تو سكي تكنولوجي تو سكي دي اكسسوار تو سكي تليفونات تلقاو اكيد عند الفريقي جو سام. واحد من اللي كادو هذه نجم يكون من نصيبكم انتم كل اسبوع على الحيط اف ام. الوغ قبل ما نمشيو مزيكا صلاح شنو طيبت البارح؟ امبارح بعد هيك امين وشف امين مشيت روحت طلبت البيسك دو كروفيت. لا 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 للاسف ما لقيتوش. انا رحت عملت حوت سمك. عملت معناها حاجه طبعا حاجة. انا ما عدهاش بصراحه يعني قعدت اشوف لقب السمك واي مهم اي حاجه في البحر وخلاص. ايش عملته مشوي مقلي؟ لا عملته شويه مقلي وشويه في الفرن. معناها المفيد الكل تام الكل بالحوت. لا وبعدين كمان يعني انا في حاجه انا عاوز اقولها. انا اول ما جيت هنا تونس انا ممكن قعدت 3 او 4 شهور لحد ما اتعودت على الاكله الحاره دلوقتي لو انت مشكم عندكم الشطه زياده عندنا الشطه اما ما نستخدمهاش كتير في الاكل زي هنا مش كيف فهمتي هو عايش في قرية نورمالمون يا انا دلوقتي لو في اكله ما فيش فيها حر ما اكلهاش خلاص سي بون كمان والله العظيم يعني شنو الحاجات التونسيه اللي طيبها عندك صلاح في الدار؟ شوفي انا دايما لما بطيب اي حاجه او بعمل حاجه بحط فيها يعني حاجه مصريه مع حاجه تونسيه يعني طيب عجه صلاح تعمل عجه طبعا عجه تونسيه طبعا بعمل كل حاجه ما يهمكش
بس برضو مش هتنازل ان الشيف الجميل يعمل لنا الاكله الجميله اللي عملها امبارح. احنا مش نكتشفوا اكيد مع بعضنا شيف امين شنو مخبين بالنسبه لليوم. بعد شويه نعطيكم متشنشنتنا كيف ما العاده وقت. خليوا لي كومونتير نتاعكم، احنا مازلنا متواصلين معكم بالموسيقى التونسيه. مرحبا بالناس الكل اللي عدلت الموجه علينا. هذه هي بنت رمضان على الحياه فم. مرحبا بالناس كل ما عضل موجتها علينا. هذه هي بنت رمضان مكمله معاكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. لو قيت هذه وقيت تشنشنتنا اللي كيما العاده تكون حاضره وتكون مقاع الخابيه تسويت في تشنشنه. وقيت تشنشنه الوغدا كيما كل يوم عنا تشانشينا. وتشانشينتنا لليوم تقول كيما العادة ساعة حضروا اقبل استيلو والورقة سينو مع شوية تلقاوها على الباج اوفيسيال امتعنا. تحية زمينة امين اللي ديجا هكا ركحها وهفت لكم على الباج اوفيسيال امتعنا. الوغد تشانشينا تقول علي طولها طول نخلة، ولدها قد الزير، ولد ولدها قد الذبينة، وبجنحيه ما ينجمش يطير. نعاودها لكم. علي طولها طول نخلة، ولدها قد الزير، ولد ولدها قد الذبانة، وبجنحيه ما ينجمش يطير. هذه هي تشنشنتنا لليوم. حمزة مركز، صلاح قاعد باهت، شاف أمين يخمم، وأحمد يضحك. هذه خليقة. خليقة أي ماهيش صنيعة. أي تتكلم هكا حيوان هكا لا انا سهلت ماشي حيوان. عندكش احتمال؟ صعبت عليا الحقيقه، صعبت عليا انا. صعبت علي صلاح ترى افهمها الاول وبعدين افكر افهمها الاول. معقول جدا، معقول جدا. انا سهله والله سهله، انا نعرف الحل هذاك عاد. ايوه ركزوا فيها شويه، تخليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا. ميساج احمد نعاودو تشانشينا ديجا هما باش يلقاوها مكتوبه من ميساج. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تشانشينتنا تقول علي طولها طول نخله، ولدها قد الزير، ولد ولدها قد الذبانه، وبجنحيه ما ينجمش يطير. هذه هي تشانشينه نتاعنا. جوست هاني مقسمه ظاهرة، علي طولها طول نخله، ولدها قد الزير، ولد ولدها قد الذبانه، وبجنحيه ما ينجمش يطير. هذه هي تشانشينتنا لليوم، سهله برشا. احتمالاتكم اكيد تنجموا تخليوها على الباج اوفيسيال نتاعنا. وهذه كانت تشانشينتنا لليوم. تشانشينه وقيد تشانشينه تشانشينا. الوغ هذه هو احنا جونا وهذه الامبيونس نتاعنا ديما في الاوف. ديجا حتى الفازورات يعطيهم لنا صلاح. طلعت منهم ولا انا صلاح؟ سيبني اركز بس. ما انت عامل زي الطالب اللي ما بيكون مذاكر مهما كان الامتحان صعب بيبقى بالنسبه له سهل جدا، فانت عارف الحل. خلينا احنا غلابه بقى، خلينا احنا في اللجنه ما نشوف اخرتها ايه. لبس قدرت ربي لبس. اكيد انا عندي ثقه في الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تحاول يعملوا محاولات بهين ويخليهم على الباج اوفيسيال نتاعنا. حمزه بالشيخ لقيت هذه ديما يطربنا يعمل لنا الجو القروي المود المزيان، خاصة اللي بلاقوا القيت هذايا الانرجي تبدا تطيح. احنا نخليو الناس الكل هكا تبدا تقص في البصل ويبداو يعملوا في النوبة معانا، فهمتني؟ تحط في الملح. اليوم نور سبدوها بحاجة هكا كتسلطينة، حاجة قروية اوريجينال تسمى كالفوندو. الفوندو في مدح الجد اللي هي السودانية. اللهم صل على النبي. باش نمشيو نطلعوا شوية في الريتم، باش ناخذوا من كل حلقة بس تستغلونا ونتعداو. تخي بيان. الله الله. قصدي أنظر أنظر إليك، قصدي أنظر أنظر إليك، ونشاهد نشاهد مقام ونسلم سلم عليك.
وصل يعني بي. الله واحد الله واحد الله أعطيك الصحة سيف الدين بولعريس على اللي زفي في الاستوديو خاطر العبيد قاعدة تتسائل هكا شكون الكوغال اللي وراء حمزة بالشيخ سيف الدين بولعريس يعطيه الصحة يعطيه الصحة على اللي زفي وعلى الكوغال وعلى الجو يعطيك صحة حمزة بالشيخ اللي ديما هكا منورنا وعاملنا الأجواء الحلوة الكل شفامين إيش قولك في الجو في الاستوديو ما شاء الله على الجو المباشر برشا برشا امبيونس برشا انرجي واحد ينسى تعب نهار كامل كي يدخل لهنا بحذاك الحمد لله الحمد لله صراحة تحس هكا صراحة منبهر على حاجه في الغناء الصوفي بالذات في عمق فلسفي شويه مش اي حد على فكره يحسه لانه بيلمس القلب قبل ما بيدخل على العقل الروحانيه الله ينور عليك كم وما شاء الله هذا هو هذه هي الاجواء نتاعنا في بنت رمضان هذه هي الاجواء على الحيط فهم ان شاء الله هكا توصل لكم من خارج وما كنتوا تسمعوا فينا من خارج اراضي الوطن جونا احلو برشا برشا وفيحه فيه ريحه رمضان الحلوه واللبنينه بعد شويه زيد الريحه اللبنينه مزيت باش تروح اكيد مع الشيف امين رماح والروسيت اللي مخبي هنا في روسيت تركال ما بين المالح والحلو ولكن توتويت موزيكتنا مكمله معاكم والموزيكتنا موزيكا الحلوة ريحة البلاد الله 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 تتفيت ورجعينا وعلى الحولي ياما اشنو الحولي حمزة بالشيخ تعرفش شنو الحولي الحولي بكل اللبس العربي ديما فيها الخلخال وفيها ما نعرفش هي حتى انا هذا شنو في بالي الحولي هذا هو شوف نتصورك حتى تتأيدنا الراية نورمالمون في بالي معناها ترجع دوريجين بلية انا اللي نعرف اللي نعرف ها هي حتى بالعربية الحولي هو التوسكي لي بيجو لي بيجو فوالا كان حد اخر عنده معلومة اخرى ما نساش نجم يمتنا بها سينو هذا هي الغنية تاريخ اوريجينال جيبس أيوة. حتى في كي تصورت في الكليب هي حكاية معناها يحكي فيها كيفاش المرأة لبست اللبسة العربية المالية مع شو وفي المالية ذيك كيفاش مترزة بأنواع معناها الأخلال وكل العشرة وكل برشا في البغية برشا كسوارات وقعد يوصف فيها داخل صبوا عليها المين مع شو أيوة باش هذه جات الحكاية كاملة في في الحولي هي اللي لبسة الحولي معناها تصور لبسة معناها اللبسة هذيك من التراث التونسي أنا مشهورة بها كويس عندكم في مصر الحولي يعني المجوهرات عندهم قيمة هكا في التراث بيان سور انتم عاد الفراعنة وكل شيء كان بالحولي في أيام الفراعنة كان هم أساسا يعني الاسم الصحيح لهم المصريين القدماء أيوة تمام فراعنة دي حاجة احنا اقتبسنا كده هم المصريين القدماء هم طبعا كان كل حاجة حتى الكراسي اللي بيقعدوا عليها كانت بالذهب كل حاجة حتى الحاجات اللي كانوا بيلبسوها مثلا مطرزة كلها بالذهب الأحذية اللي كانوا بيلبسوها بالذهب فكان حياتهم كلها بالذهب حتى لما كان حد يموت كان يجمع كل مقتنياته وممتلكاته من الذهب ويدفنها معاه يقولك هي دي اللي هتكون معاه في الحياة الأخرى صح وفي العصر ده بقى عندنا في مصر يعني مثلا الفلاحين لهم ملابس خاصة بهم اللي هم الفلاحين الصعايدة لهم ملابس البدو عندنا ينقسموا لقسمين في بدو اللي هم أهل سيناء على الحدود مع فلسطين تمام وفي بدو اللي هم بدو في الغرب اللي هم يعني أشبه لليبيا ومتجوزين من بعض على فكرة نص ليبي ونص مصري واللي هنا في سيناء نص من رفح المصرية ما هي رفح دي رفح نصها مصري ونصها فلسطيني تمام فهتيجي تشوفها في النهاية من مصر ليبيا تونس الجزائر كلنا شبكة واحدة
يعني كلنا في النهاية واحد. في النهاية واحد أكيد. وكما قلنا يعني تقعد ديما الحضارة متاع الحولي عند برشة حضارات يعني عربية ومصرية قديمة والعديد من الحضارات الكل. إن شاء الله ديما هكا مزينين بالحولي وبالحاجات الحلوة الكل. لما احنا زدنا باش نزينه توا بالتوكال وبلي برودوي توكال توت سويت في روسيت توكال. Recette tucal. Recette tucal. شيف أمين مرحبا بيك مرة أخرى. واليوم محضرنا أكيد الغسيت الميلحة متاعنا والحلوة. أكيد أكيد نور وبيك الساعة اللي قبل يعيزك. دونك عنا اليوم هو ستون أنتري شود معناها نقولوا احنا أنتري هنا افكتيفمو سوب ولا اليوم هي مش سوب اما احنا معناها في التراديسيون متاعنا وفي الثقافه متاعنا نعملوا بلا برينسيبال بلا برينسيبال داكور اما هي معناها من لي فامي نتاع لي زونتري شود داكور واضح وقريبه برشا اللازاني احنا اليوم مش نعملوا كريب فوري مش نعملوا لالا الكريب فوري ضرب صحيح ايوه هي كريب فوري معناها تنجم تجيب برشا حاجات نجم تجيب بلي شاركوتري معناها نقولوا احنا كجومبون البيبيروني جيفا الفيوند سيشي جيفا برشا حاجات تنجم تجيب طبيعه بالسكالوب بالفيوند داشي اللي هو اللحم مفروم نتاعنا العادي الور اول حاجه باش نبداو بها هي الباتا كريب باش ناخذوا لي زانغريديون حضروا لي كستيل والورقه نبداو بالباتا كريب يس الور عنا 250 غرام فارينة عليهم 4 عظمات عليهم 25 غرام زبدة 50 سنتيلتر حليب 50 غرام سكر 50 غرام سكر أي في البات هذايا في البات السكر باش يعطينا الكولوراسيون الحمورية نقولوا احنا فهمتني السكر والزبدة مع بعضهم يعطيونا الكولوراسيون المزيانة في البات الور الروسيت نتاع البات هذه ستة من الناس ستة من الناس كي نحبوا معناها باش نخدموها لأكثر عباد ديما الكونتيتي فوا دو الحاجة الباهية في الباتا كريب معناها ديما الروسيت ستاندار على قد ما يكثروا الناس انت تزيد الكونتيتي معناها على حسب الناس نتاعك واضح باهي في الكريب فوري باش نستحقوا بطبيعة فارس ونجمو نعملوها على دو ميثود معناها سواء نعملوها احنا مونتاج كيما اللازاني معناها في رامكان نعملوها كوش بار كوش ولا نجمو نعملوها رولي ومن بعد نعملو لها غراتيناج اللي هو معناها نزيدوها جبن ونكملو نطيبوها في الفورم تاعنا دونك انا باش نعطي توا معناها لي زانغريديون جينيرال فما حاجات باش نستحقوهم من الغراتيناج وحاجات باش نستحقوهم من الفارس دونك نستحقوا 50 غرام بيبيروني بيبيروني هم اللي شاركوتري معناها ديجا مشو غالي دا ممكن باتون كامل باتون كامله ب 7000 فرنك ما شاء الله تشد خير تكفي ما تكفي باش نستحقوا 100 غرام فروماج فروماج كل واحد وشنو هو اللي يقول يحب يقام ينجم يعمل موتزاريلا احنا نمشيو ديما في ستاندار الموتزاريلا وماذا بينا موتزاريلا تكون 50-50 معناها 50% حليب 50% بريباراسيون باش تعطيني كولوراسيون واضح ما نمشيوش في 100% بريباراسيون ما نمشيوش في 100% حليب اللي هي الموتزاريلا العربي خاطر كي تيب برشا في الفور ولا يبدا الفور مثلا تاعنا معناها احنا اللي فور في الدار ما تكونش تمبيراتور قويه باش يوصل 360 و 400 درجه باش تعطيني كولوراسيون دونك كل الموتزاريلا العربي تتحل وتميز نقولوا احنا تولي معناها 50% مستحضر الموتزاريلا معناها هما ديجا يتباعوا ستاندار معناها يتباعوا احنا معناها في لي غروند سيرفاس ولا في لي زيسباس كل يخدموا 50-50 معناها اور الموتزاريلا العربي نقول لك هذايا موتزاريلا فريش ولا موتزاريلا عربي هذوك معناها 100% حليب البقيه كل راهم 50-50 ستاندار مش دار الجرير الكل أبار نحكي وإحنا معنا يتباعوا في اللوت جام اللي هما معنا يتباعوا كل في اللي ميزون شاركوتري واللي فرماجري دونك باش نسحقوا مغرفة كبيرة تومات كونسنتري توكال أكيد بيروكي باش نسحقوا بصلة كالعادة باش نسحقوا سنة ثوم شوية ملح وفلفل أكحل 400 غرام اسكالوب باش أنا الحقيقة نفضل ديما اسكالوب ولي اسكالوب تاع الدجاج على الاسكالوب دودانت خاطر أطرى يعطي جو أبن اون بلوس ما يشيحليش كي نقليه السكالوب دوغانت كي تقليه برشا معناه يشيح ويولي نقولوا احنا يولي يبس شويه يقعد
معنا يابس في البريبارات. مش نسحقوا 200 غرام شامبينيون. شامبينيون نعم. داكو. اللي حب فري ولا اللي حب معنا اللي موجود. الموجود في الحكوك يا مبوات. دونك باش نحضروا تاو الفارس نتاعنا، باش نقليوك شويه الاسكالوب تاع دجاج بالطبيعه بعد ما نغسلوهم شويه ماء وخل كان نحيوا الكزفوريه اللي فيهم وكل، باش نقليو شويه الدجاج معاها، باش ناخذوا من البصله، باش ناخذوا لو دو تيير معناها معناها من الكونتيتي من البصل. هذوما باش نقليوهم في شويه زبده وزيت زيتون كالعاده، نخليهم يطيبوا في الاقل في الاخر بالكل بعد ما يعطيونا الكولوراسيون المزيانه ويحمروا بالكدا، باش نزيدو شامبينيون في الاخر خاطر ما فيهوش روح. بعد ما نزيدو شامبينيون جوست دوب ما يقر ما احنا نقصو على البريباراسيون تاعنا باش ما يشيحش ويتبدل الجو تاعو. بي شوف امين احنا هنا توصلنا على قصان البريباراسيون وقيد باش نرفعو لحضراتكم اذان صلاة العصر تسويت ورجعنا. ريحة تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفره والثواب. احنا مازلنا متواصلين معاكم واكيد نكملوا في روسيت توكال. روسيت توكال. روسيت توكال. عايشة فامين وصلنا للقصيده على البريباراسيون. الور توا باش نرجعوا نعاودوها من الاول. باش نبداو باللي تابلو لا باش نقليو لي بولي نتاعنا الاسكالوب بولي مع لو دو تيير معناها الثلثين نقولوا احنا نتاع البصله. بعد في الاخر بالكل نزيدو الشامبينيون نتاعنا ونملحو بالطبيعه، نعملو معناها لا سيزون مون نفوحو، نعملو شويه الملح والفلفل الاكحل. نجمو في الفارس هذا معناها الفارس توا انا خدمت حاجه جنرال نقولوا نجمو نزيدو احنا فيه عظام ربي، نجمو نزيدو فيه معناها نردوها مشخشخه نعملوا مثلا عظمه مسموطه نرابيوها في وسط الفارس، نجمو نزيدو الفروماج، نجمو نزيدو برشا حاجات فهمتي، ميم الشاركوتري معناها نجمو نحطو حتى جامبون في الوسط، نحطو البيبيروني كل شيء. دونك وزاده في الفاح نجمو نزيدو الكركم. انا الحقيقه ما نفضلش ديما الكركم في الفارس خاطر معناها يبدل شويه الجو نقولوا احنا المودرن الكركم يخليهم تونس اكثر ولا يبعد معناها. نجمو بالطبيعة نحطو البصل والثوم اون بودر اللي معناها زادة يعطي سافور، يعطي سافور بالكدا بالكدا واضح. بصل وثوم اون بودر واضح. اي دونك باش نعملو توا السيستومات نتاعنا اللي هي باش تكون معناها اباز طومات كونسونتري بالطبيعة نتاع توكال بيروكي وي. اكيد باهي باش نحطو شوية هروس شويه دوبا باش اي خاطر باش ما تكونش حاره برشا البريباراسيون ولا هروس ما شاء الله فيه معناها بيان اسيزوني مفوح بالكدا فيه الثوم. دونك احنا باش نستغنيو على اي حاجه اخرى معناها على الفاح وعلى كل شيء. دونك باش نحطوا شويه هروس باش نعوضوا بها احنا لا سيزون مون الفاح نتاعنا. وباش نزيدوا شويه زاده مع السيستومات شويه طماطم كعب ونخليوها تميجوتي على روحها معناها تيب سله سله كالعاده، والتقليه زاده سله سله باش ما تحرقناش التقليه نتاعنا وتمشي امورنا من دونك انا في معناها في الروسيت هذه باش نعمل لي كريب فارسي معناها عباره رولي نقولوا احنا. باهي دونك باش ناخذ كعبة الكريب نتاعي نحط الفارس نحط نجم نحط شوية فرماج هذايا ديجا بعد ما ركحنا بعد ما حضرنا احنا بالطبيعة احنا عملنا معناها قصرنا بريباراسيون طيبنا لي باتا كريب حضرنا الفارس نتاعنا وحضرنا صوص تومات تخي بيان وحطينا شوية البيبيروني والفرماج على جنب هذوك حاضرين باش من بعد ندخلوا الكوشة نخليوها تحكي هي والكوشة على روحها. دونك باش معناها ناخذوا كعبة الكريب نعملوا الفارس نتاعنا قلت لك نجموا نعملوها معناها مونتاج كيما اللازاني ولا نعملوها رولي انا باش نعملها رولي. دونك باش معناها نعمل الفارس نرولي كعبة الكريب نحط شوية صوص تومات من الفوق ومن اللوطة في معناها في المعون اللي باش ندخلو الفور وباش نحط شوية الفروماج وفوق الفروماج باش نحط البيبيروني. انا البيبيروني في الفور الحقيقة قصة حب وقصة عشق لا تنتهي صدقني تجربة. البيبيروني معناها برمي لي شاركوتري معناها القليل اللي كي يدخل الفور يقر الزيت نتاعو ويخرج جو حاجة عارف. حاجة واو وبنته راهو كيشيح زاد واضح واضح واضح. دونك هاو هذايا باش نطيبوها احنا بين 200 و 220 درجة، بالنسبة للفور معناها بالدوغري نقولوا احنا الترموستات 7 واضح.
المدة 15 دقيقة هذه الجراتيناج، معناها المرحلة تسمى جراتيناج. كي لا لا هذه بالنسبة للروسيت الماء، هذه بالنسبة للروسيت الماء جست باش نعطيو هكا حاصة يا جماعة، معناها راهو الكريب غيال ما على مرتين التيب. عندنا حضرنا الكريب نتاعنا اللي هي البات ديجا في المقلة بالطريقة المزينة والباهية، علاش فما جماعة كيقلبوها بال نقلبوها بالمقلة ولا احنا الحق جينيرالمون نخدموها في الكريبري معناها من غير مقلة. تبدا سي فري هكا اللي دور هذيك دورة بالتي تسمى تي تسمى شايفة تي تي هي سفورة تي ديجا تقلبها تولي تي سي فغي افكتيفمون. الوغ اسهل ديجا في البريباراسيون، كي نحضروا البات نتاعنا نحطوا الفخس و لي زانغريديون نتاعنا الكل، وبعد كيما قال الشيف نحطوا في الكوشه. فما هكا طريقه نزينوا بها شيف؟ يعني معناها علاش انا قلت نعملوها رولي، معناها من بعد نحطها في الصحن، نجموا نحطوا شويه معدنوس مقصوص هكا جويد، اما زينت معناها لي بلا جراتينيره في الجراتيناج نتاعهم. فك الزينه نتاع الفروماج تبدا هكا شويه حمراء من أيوة. فوق محلاها، وكي تخرج من الفور تبدا تغلي هكا تش تش شهيدنا يا شيف كيما العاده. ريت 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 هكا تحس فيه تتخيل فيه مطعم جبنك. انا فما واحد يتنهد بجنبي صلاح مسكين والله ارهقتني والله والله العظيم ارهقتني يا شيف والله تسلم يديك والله. اما حاجه سهله ما تتطلبش برشا وقت وبنينا برشا برشا لغ في الكوشه تجي حاجه توب 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 وتشبع، خاصه تشبع على تجي هكا بلا واحد. هذه نتصور شقنقه كي نعملوا لي بات يبداو خشن شويه يبداو مروبين وكل واحد نزيد ما نخليوش تشيح والكل تري بيان. هذه في الغوسيت نتاعنا غوسيت المالحه، نمشيو للغوسيت الحلو. الور الغوسيت الحلو نجمو ناكلوها بطبيعه كبار وبطبيعه زاد يستحقوها صغيرات نتاعنا، في معنا نحاولوا نبعدوهم شويه على البرودوي دو كونسيرف وكل شيء امبالي وكشتي. دونك الغوسيت الحلوه نتاعنا جي مافنز، باش نعملوها بالكركولون. المافنز هم اللي فاهمين نتاع الكيك، باش نعملوا كركولون بالمعجون نتاع تيكال نتاعنا كالعاده، باش تجي مشخخه وتبدا يخرجوا من الفور ريحه فيهم هما ما شاء الله، وشو يبدو مثلا فيهم لي بيبي شوكولا. احنا اليوم باش نعملوهم بالكركولون كيما الفوندون شوكولا اللي باش تحل كعبه في النص باش تلقاها هابطه كل جو كل بنه هذيك الكل. تخيل فيها حمزه تخيل فيها نبداو باللي زانغريديون الوصفه نتاع البات نتاع المفنز، باش نعطيو احنا وصفه نتاع 10 ل 12 كعبه معناها بالطبيعه سولون لي مول اللي باش نخدموهم فيها ولا سولون لي رامكا لي رامكا. باش نستحقوا عظمتين كعبتين عظم 150 غرام سكر 80 غرام زبده 250 غرام فارينه دو بريفيرونس الفارينه نغربلوها باش تبدا اي ريش شويه كم نفسه لي غرومو تبدا من نفسها تبدا مهويه معناها ديجا في حد ذاتها فهمتني. دونك بانسيت سيل معناها نقولوا احنا قرصه ملح صغيره ساشي ليفور باتيسير ومش نسحقوا اكيد حكة معجون تيكال. انا باش نخدمها بحاجتين، باش نعملها بالابريكو اللي هو المشمش وباش نعملها بالفريز. تري بيان باش نعملو نعملو منا ومن تري بيان باش نبدلو الجو الفراوله تاع الفراوله. كمل كمل دونك نبداو توا في البريباراسيون تاعنا. ليتاب الاولى باش نركضو العظم معاها السكر هذوما نركضوهم العظم والسكر. هذه الشوف العظم اسكو فما سيباراسيون ما بين الاصفر وال لا نستحقوا اي نستحقوا عظمه كامله احنا نستحقوها عظمه كامله معناها عظمه كامله بالاصفر افكتيفمون اي باش نركضوا كعبتين العظم تاعنا معاهم السكر معاهم الزبده اللي باش نذوبوها ديجا في الميكرو اوند حتى كشلين نوصلوا معناها البريباراسيون نقولوا احنا مستبيضه شويه فهمتني معناها تسمى ليتاب بلانشير العظم والسكر والزبده الذايبه هذه هي ليتاب الاولى. دونك باش نستعملوا في رامكان اخر معناها معون اخر باش ناخذوا الفارينه الخميره وشويه الملح بالطبيعه في الغربال باش تبدا بيان ايري باش تبدا جوها به البريباراسيون تعطينا تكستور مزيان. دونك ليتاب الثالثه باش نخلطوا ليتاب الثانيه باللولة معناها باش نحطوا كل ميلونج تاع الفارينه والخميره والملح
في وسط البريباراسيون تاع العظام والسكر والزبد. واضح. دونك تو ليتاب الاخرانيه بريسك قبل الاخرانيه مش الاخرانيه في الليمول نتاعنا فما هما ديجا يتباعوا ليمول اون الومنيوم معناها تبدا كعبات صغار فما اون بابي وفما ليمول معناها اون سيليكون ولا يبداو ميتالي عندنا ستاندار في الدار. دونك من البريباراسيون نتاعنا باش نحطوا لو انتيير من الاول معناها ثلث نتاع المول باش نعبيوه بالبريباراسيون باش نحطو مغرفة احنا معجون انا باش نحط باش نعمل 6 كعبات بالمشمش و 6 بالفريز نحطو مغرفة متاع المعجون بعد نكملو لو دو تيير معناها نغطيو احنا نغموها نقولو احنا المول متاعنا بالبريباراسيون متاعنا صح. دونك معناها المفنز متاعنا باش يطيبو المدة من 20 ل 25 دقيقة في حرارة 180 درجة هو الترموستاتيس. قبل شوف اسكو لي مول نعملو هما كدهنة زبدة نجمو نعملو دهنة زبدة ولا نحطو ان بابي معناها بابي كويسان كل واحد ونجم نحطو حتى شوية فارينة راهو إذا باش ما يلصقوش معناها باش يتنحاو في ساعة أما هما طونكو باش يعطيو فوليوم خاطر باش تفوج الكعبة احنا نحطو شوية زبدة على ميتي ولا بابي كويسون بالطبيعة أما هي طونكو باش تفوج الكعبة معناها باش تطلع النيفو نتاعها أوتوماتيكمون باش تلقاها تنجم تتقشى فاسيلمون تتحل صحيح صحيح معقول كهو اللي حب فهمتني حذره مذومة قبل شقان الفدر بربع ساعة باش هو يقول الله أكبر وحل كعبة المفن المفن تدسويت تبدلوا بالكولون فوالا نتصور حاجة بنينة برشا برشا خاصة كل الريحة واللي تبدأ طيب حاجات كيف من هكا في الدار وتحل ما غير ما تحل هو تبدأ ريحة خارجة وحدة ريحة خارجة وحدة والله نودوكم ولا نشهيد تبدأ في المخ بالضبط نودوكم ولا نشهيد شقى الفترة هكا وكل شيء وانا سيري توذن هاي أستوس هاي فكرة سي حمزة سهلة برشا هاك خديت الغوسيت تمشي هذي دفيليك انت تروح اليوم للدار تعملنا المافنز قول انت نقطة الوقت هكا فوالا تمشي هكا تعاون الجماعة في الكوجينة تعمل نقولهم اليوم الشيخ بريس باش نعاونكم باش نعملكم ديسير بنين برشا برشا اللي هو المافنز ب المعجون توكال تختار المعجون البنين اللي تحب عاد هكا تعمل به المافنز وتقول لنا على الاجواء غد وتعطينا الكونت روندو مش يقول لنا يدور علينا بالواحد بالواحد يجيب لنا من بعد فوالا لا تجيب لنا مش تصور لنا كل واحد تجيب له كعب مافنز ايوا لدارو تبدا انت عرفت كيما كيما قوموا تسحروا عرفت التبيل انت قلت ده يكفي 6 لا هذيك الكريب الاولاني ده انت بعد اللي قلته ده وبعد اللي احنا فيه ده اساسا والله العظيم الواحد ياكل خمسه اي بالحق انت الكريب تبدا هكا تكفي مع ماما او شيف قال لك نخشنه في البات باش تشبع تبدا البات قال لك حسابك صلاح والله يخشن ما يخشنش واللي انت عملته فينا ده كتير والله حرام عليك ان شاء الله هكا نودوكم كان بالحاجات البنينه والله نودوكم ولا نشهيوكم يا جماعه مسيتش كان شتيتوا حاجه مسيتش تنجموا هكا تعملوها وتشاركونا معاكم لي كومونتير نتاعكم كيف جاتكم الغوسيت وتعطونا الفيدباك يعطيك الصحه شيف امين رمح لي ديما هكا بدا لنا في غوسيت توكال غوسيت توكال غوسيت توكال يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم دائما بعد شوية مكملين معاكم بالحكايات وبروايات مع حمزة بشيخ في صندوق اعجاب ميت سويت موسيقى تونسية ورجعنا الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة مرحبا بالناس كل ما عضلة موجود علينا على الحياة في مع 93 وإلا عصيت أوفيسيال متاعنا احنا أكيد مكملين معكم بنة رمضان هذه هي الأجواء متاعنا القيروانية التونسية في كل دار تفوح إن شاء الله وإحنا لقاية هذي ويد نحكيه لحكاية المزيان أكيد في الصندوق عجب تتسويت مع حمزة بالشيخة صندوق عجب مرحبا بك حمزة بشيخ ومرحبا بالحكاية متاعك وأكيد ديما مخبينا حكاية في بس صندوق أعجب شعنا اليوم عسلبة ومرحبا بك نور مرحبا بالسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم مش نحكيه على خرافة والحكاية قرن فضة وقرن ذهب أيوة
هيا سيدك كان يمكن يحكي وناس زمان على ثلاثة بنات، واحدة اسمها بنت الحطاب، واحدة بنت اللي ما يسعاش عشا ليلة، واحدة بنت الصياد. كانوا ديما هالثلاثة بنات يتلقاو في الواد باش يملاو الماء. في مرة من مرات جاء وليد مع الدابة متاعه باش يشرب الماء، شافوها كل بنات كل واحدة فيهم اتمنيت يتزوج بها. بنت الحطاب قالت لو كان يتزوج بيا من جزة الصوف نكسيله الرجلين، وبنت الصياد قالت لو كان يتزوج بيا نعمل له ميعاد، وبنت الما يسعاش عشا ليلة قالت لو كان يتزوج بيا نولد له توامة قرن فضة وقرن ذهب. المهم هك الوليد اطلع ولد السلطان، بعد ما سمحهم خبر بوه السلطان ومشى يخطبهم وقال لهم ايا توا وفيوا اللي قلتوا ووعدتوا، ولا واحدة منهم قدرت تعمل اللي قالت إلا بنت اللي ما يسعاش عشا ليلة حبلت. غاروا منها كزوز نسايا اخرين ذريرها، ونهارت اللي باش تولد وصاوا المرأة اللي باش تولدها اللي هي قابلة باش تبدل التوامة بزوز جري كلاب حاشيكم. وكيما حال بدلتهم، وكي سمع ولد السلطان الخبر اكرهها ورماها تحت القصر مع الجري ومتاحها، وهك الذراير حطوا التوامة في صندوق ورموه في البحر. وبحكمة ربي سبحانه القاهم صياد ما عندوش صغار هك التوامة في البحر، وكانوا هكا التوامة اش باش نحكي لكم آية في الزين سبحان الخالق. بنية شعرها ذهب وليد شعره فضة يلق ويشعل شعلان، ربيهم وكبرهم، ولكن كي كبروا أصحابهم كانوا ديما يعيروهم ويناديولهم أولاد الموجة وأولاد البحر. سألوا أمهم يا أمي علاش يقولولنا هكا العباد، وعلاش يقولولنا أولاد الموجة أولاد البحر؟ حكيت لهم أمهم القصة كاملة، قالوا لها مدام الحكاية هكا لازمنا نلوجوا على والدينا الأصليين، برا يا زمان بيجا يا زمان، والأخوات من بلاد لبلاد. حتى لين نهار وهما في طريق بين الجبال شافوا قصر ولا في الخيال، دخلوا يلقاو أميرة بنت ملك الجان، رحبت بيهم وسمعت حكايتهم. وهك البنية انبهرت بزين هك الوليد اللي شعره فضة، تزوجوا وطلبت مساعدة الجان واكتشفوا الحقيقة، وقروا باش يمشيوا المملكة بوهم وبناوا قصر بجنب قصر السلطان. تعدت أيام وليالي وتعرفوا على سي السلطان واستدعوه على العشاء وطلبوا منه باش يجيب معاه نساه، وهذاك اللي كان وهذاك اللي صار. حط لهم الجنية قصعة طعام فوقها حمام، ابدا السلطان ياكل وإذا بالحمام عمل هكا وطار، تفجع السلطان واللي معاه. ضحكت الجنية وقالت لهم تفجعتوا من الحمام اللي طار وما تفجعتوش من اللي ولدت جري وتوامة كليب. تكلم السلطان وقالها إيه أنا مولى العملة، خليني أنا مولى الفضيحة. وقتها كشفت الجنية الحقيقة للسلطان، عطاته مراية كما نقوله وقتله شوف الحقيقة بعينيك يا سي السلطان. بهتك السلطان كي شاف التوامة كيفاش بدلوهم بزوز جري، وعرف غلطه والمكيدة اللي صارت وحرمته من مرته وأولاده، وحكم على هك القابلة بالشنق ورجع نساه خدام عند أم التوامة. وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي جينا صابة. يعطيك الصحة، هذه حكاية من قال خابية، قال خابية خرافة قديمة، خرافة قديمة برشا والله. الحقيقة معناها قلت نبدل شوية هكا نركز شوية على الخيال هكا وكل على الفيكسيون صحيح خرافة تقبل. ثم كل حكايات كذا ذكرش يا نور نقراوه مقبل في المكتب، أكل الجان أكل الجنية كلي خزرت في المراية ولا في البلدوناج تذكرهم يا حسرة وقت اللي كنا صغار. أنا جبدتني هكا حكاية كي من هكا قلت علاش ما نحكيهاش يخرجها شوية. حلو أعطيك الصحة ديما هكا ديما مرجعنا للزمن الحلو وقت اللي كنا نسمع الخرافات والبراءة الحلوة برشا برشا أكيد في صندوق أعجب. يعطيك الصحة على الفوغ الحلو اللي تعمل فيه وعلى السوسبانس المزيان اللي تعيشنا في دائما في صندوق أعجب. صندوق أعجب، صندوق أعجب. احنا دائما متواصلين معكم لمحلة هو سي بون سكرناها الروبريك صندوق عجب، حلنا فيديو اخر سي زهير باش نكملوا اذا لي ما غير ما نخرجوا بوز موزيكا باش نكملوا هكا نحكيوا مادام احنا مازلنا في الجو هكا القديم والجو يعني الخرافات. نمشيوا للصلاح
اللي ديما هكا يحضر لنا الامثال الشعبيه هكا حاسه اللي فما مثل اليوم شعبي ما نعرفوش بحالها هكا باللي قلت له قال خليها سوربريز في الـ في الـ في الـ في الديريكت باش يحكي لنا دائما على الامثال الشعبيه ودائما في مع صلاح مع المصري وتوا وقيد مع المصري مع المصري. أهلا المستمعين ومرحبا بك. يعني ورا كل مثل قصة وحكاية. النهاردة إن شاء الله يعني هنحكي لكم حاجة هتعجب جدا السادة المستمعين. طبعا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده لازم ناخد العلم من أي حاجة احنا بنقولها ومن أي مثل نكتشف إيه المغزى منه. طبعا بتلاقي كتير ناس بتقول الولد ده شبه أبوه أو شبه أمه أو شبه حد من العيلة، مش لازم يكون الشكل الشبه في الشكل وبس. أيه. ممكن يكون في الطبع وفي الخصال. صح. ممكن يكون مثلا حد وهو صغير بعد 50 سنة بعد 60 سنة حد بعد ما يبقى راجل عجوز تلاقي بيعمل حاجة سواء كانت الحاجة دي إيجابية أو سلبية يقولك الصفة دي طالع فيها حد من أهله. أيه. علشان كده قالوا قديما العرق يمد لسبع جد. أيوة. تمام. احنا قولك عالي اديك صنعة بوه. أي صحيح. أي اديك صنعة بوه لا عيرو. أما احنا عنا زده مثل آخر في ال ود الفار. صحيح ود الفار يطلع حفا. هم عندهم ود الوز. ابن الوز. او العرق يمد بسبع جد. حقيقة المثل ده اللي هو اسمه العرق دساس. ايوه. تمام. فوراه قصة جميلة جدا بتقول ايه؟ ان في يوم من الايام في احد الاشخاص الانسان ده كان يعني موصوف بالخبرة وبالذكاء فسافر لاحد البلدان وفضل ينادي على الناس اول ما وصل المكان ده والبلد دي راح السوق وقعد ينادي على الناس ايها الناس انا راجل سياسي اقدر احل لكم جميع المشاكل واقدر اي حد عنده مشكلة مع حد من اهله او بين الراجل وزوجته او ما بين الناس في اي في تجارة في عمل اقدر ان انا احل لكم المشاكل لدرجة ان هو بدأ يتنقل من مكان لمكان ومن حي لحي لما الناس اتجمعوا الناس يقولوا عليه ده مجنون يعني ما فيش حاجة اسمها راجل سياسي يقدر يحل المشاكل وفي ناس بدأت تصدقه ولحد ما وصل يعني زيته ساع صوته زاع ووصل للملك فالملك بعت احد من الحراس وقال له روح تقص اخبار الرجل ده وشوف لنا ايه حكايته لسه الملك ما خلصش كلامه قال له وسمع صوت الرجل تحت قدام القصر بتاع الملك ايها الناس انا رجل سياسي استطيع ان احل جميع المشاكل فطبعا الملك بعت للناس او بعت لاحد الخدم عنده قال له هات لنا الرجل ده نشوف ايه حكايته فدخل على الملك فقال له السلام عليكم ايها الملك فالملك رد التحية فالملك سأله سؤال قال له انت سايس قال له يا سيدي الملك انا سياسي ولست سايس طبعا السايس ده اللي هو الشخص اللي بيقوم على خدمة ورعاية الخيول تمام قال له انت سايس قال له لا انا سياسي قال له سياسي ازاي قال له يعني بقدر احل جميع المشاكل واعرف اي حاجة واي مشكلة عندك اقدر احلها فالملك تعجب من الامر قال له بس انا سمعت ان انت سايس قال له لا يا سيدي الملك انا سياسي قال له انا قررت ان انت سايس وهعرض عليك خدمة جديدة انك تروح ترعى الخيل بتاعتي وكان الملك عنده فرس والفرس دي عزيزة وغالية عنده جدا فالراجل قال له يعني يا سيدي الملك يعني دي مش شغلتي ودي مش وظيفتي قال له انا امرتك ولو ما يعني ما طعتش الاوامر انا هقتلك وهأمر باعدامك بقطع رقبتك فالراجل خاف جدا وراح علشان يستلم الوظيفة بتاعته والملك امر الخدام بتوعه ان هما يحضروا له غرفة في بجنب القصر الملكي ويحضروا له في اليوم 3 وجبات فطار وغدا وعشاء فالراجل راح يستلم الوظيفة من السايس القديم فالسايس قال له اسمعني السايس القديم قال له اسمعني انا عاوز اقول لك على حاجة قال له قول قال له الفرس دي غالية جدا وعزيزة جدا على الملك اوعى لو شفت فيها اي عيب ما تقولش للملك لانك لو قلت للملك مش هيتقبل وهيعدمك على طول فطبعا الراجل بقى امره امرين خايف ما يقولش للملك على اي عيوب في الفرس الملك يكتشفها فيقتله وخايف يقول فالملك يزعل من كلامه فيضطر ان هو يقتله مرة تانية فالراجل قال له خلاص ماشي بعد فترة الراجل استلم الشغل بتاعه حوالي 20 يوم يعني كان بيخدم الفرس وبيرعاها وبينظفها بعد 20 يوم الراجل هرب فطبعا الملك قال بعت احد الحراس قال له ما حدش يرجع قال له ما بتجيبوا لي الراجل ده وتشوفوا ايه حكايته فرجع قال له يعني قال له يا سيد الملك اعفيني من المهمه ديت قال له ليه انت هربت ليه انت شفت عيب في الفرس قال له رجاء اعفيني من المهمه ديت قال له لا اتكلم والا قطعت رقبتك قال له يا سيد الملك ان الفرس بتاعتك دي فرس اصيله
لكن لو اي حد اخبرك ان هي رضعت من امها الحقيقيه ما تصدقوش. يعني الفرس اصيله لكن وهي صغيره لما كانت بترضع ما كانتش بترضع من امها الحقيقيه. فالملك غضب جدا وطلع السيف بتاعه وكان هيقطع رقبته. بس الملك هدى شويه كده وقال له طب عرفني انت ازاي عرفت. قال له هعرفك بس بكره. فالملك طبعا غضب منه ورماه في الحجز في الحبس يعني. وامر الحرس ان هما ما حدش يدي له اكل ولا حد يدي له شرب يعني ان هو يشرب. فالمهم تاني يوم راح قال له انت ازاي عرفت ان الفرس دي اصيله لكن ما رضعتش من امها الحقيقيه. قال له يعني يا سيدي الملك ان الفرس الاصيله لما بتيجي تاكل ويحط لها المعلف بتاعها اللي هي بتاكل فيه لازم يكون في مكان عالي. وهي بتاكل ما تنحنيش ابدا لانها عندها شموخ. الجواد على فكره العرب الاصيل عنده شموخ وكرامه. تمام. فما يوطيش راسه. فلما بياكل يا اما يعلقوا له المعلف بتاعه في رقبته وياكل منه يا اما المعلف بتاعه يكون عالي. لكن الفرسه بتاعتك دي وهي بتاكل كانت دايما يعني وفمها ملامس للارض. فهي ماشيه موطيه راسها وعماله تاكل. فالملك اتعجب وراح جاب سال الوزير اللي اهداله الفرس دي. قال له ايه حكايه الفرس دي والفرس دي كانت بترضع من مين وهي صغيره؟ قال له يعني يا سيدي الملك الفرس دي وهي صغيره امها ماتت فما لقيناش غير بقره فكانت الفرس دي بترضع منها. فالملك اتعجب جدا قال فعلا يبقى الفرسه دي خدت صفه من صفات الابقار وهي بتاكل لازم يبقى راسها ملامسه للارض. دي اول حاجه. فالراجل اعجب جدا الملك اعجب جدا من ذكاء الراجل وقال له انا عجبت جدا من ذكائك وهطلب منك طلب كمان. قال له اتفضل. قال له انا عاوزك تروح على خدمه زوجتي تخدم زوجتي. قال له رجاء يعني سيد الملك اعفيني من المهمه ديت وانا يعني لست مؤهل المهمه ديت. قال له انا امرتك ولو ما روحتش تخدم زوجتي انا هامر بقتلك. ولو خدمت زوجتي هكافئك وهعطيك الهدايا والمنح. قال له تمام سيد الملك. فطبعا الملك يعني وفر له حياه وغرفه تانيه افضل من اللي كان فيها لان الملك اعجب بذكائه. بعد الملك بعت احد الحراس للملكه وقال لها في احد الناس او احد الخدام هيقوم بخدمتك فتقبلين؟ فقالت نقبل. فالراجل دخل الملكه وسلم عليها وفضل معاها كمان 20 يوم يخدم فيها. بعد ال 20 يوم الراجل نفس اللي حصل المره اللي فاتت هرب. الملك اتعجب الراجل ده هرب ليه؟ فبعت احد الحراس في طلبه. قعدوا يدوروا عليه لحد ما جابوه ورجعوه تاني. الراجل كان واقف قدام الملك بيرتعش. قال له يعني سيد الملك اعفيني من المهمه دي الحمل ده تقيل عليا. قال له في ايه؟ ارايت يعني شيئا في 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 الملكه؟ شفت فيها عيب؟ شفت فيها حاجه؟ قال له اعفيني من الاجابه. قال له يعني لو ما اتكلمتش هقطع رقبتك. وامر الحراس ان هم بعد ما كان بياكل كويس وبيشرب كويس امر الحراس ان هم يرموه في السجن تمام ويمنعوا عنه الاكل والشراب. وقال له لو ما اتكلمتش هقطع رقبتك. فقال له اعطيني الامان ان انا اتكلم. قال له اعطيتك الامان فاتكلم. فقال له يعني يا سيد الملك زوجتك او الملكه فيها اخلاق الملوك وفيها شرف الملوك لكن من يقول لك اللي يقول لك ان هي بنت ملوك اسمع وما تصدقوش. فالملك اتعجب يعني قال له ازاي يعني زوجتي انا الملكه ليست بنت ملوك؟ طب ازاي؟ فرماه في السجن تاني ومنع عنه الاكل والشراب وراح لمين؟ لابوها وامها. ايه قصة بنتكم؟ احكوا لي الحكاية. يعني هي دي بنتكم فعلا؟ قالوا له يا سيد الملك لما انت كنت صغير كانت بنتنا عمرها سنتين وكان ابوك الملك ابوك انت تمام طلب مننا ان انت لما تكبر يتجوز بنتنا وكان ابوك ظالم جدا فلما بنتنا ماتت وهي صغيرة بالحصبة خفنا يعرف فيقتلنا فروحنا جبنا بنت يتيمة وربناها واعطناها اسمنا ولما كبرت جوزناها لك على اساس ان هي الملكة. فالملك اتعجب جدا وبعت للراجل وقال له انت عرفت ازاي حاجة زي كده؟ يعني ازاي من الذكاء بتاعك وصلك لحاجة زي كده؟ قال له يا سيدي الملك لما قمت على خدمة الملكة كانت بتعمل حاجة معينة بعينيها غمزة وهي بتتكلم عينيها كده فيها غمزة معينة والحركة دي ما يعملوهاش الا بعض القبائل في البدو او الغجر هما اللي كانوا بيعملوا. فبنتك فزوجتك فيها اخلاق الملوك لان بس هي مش بنت ملوك. فالملك اعجب جدا بذكائه وقال له من النهارده انا لا انا هتكون معايا وتخدمني انا تمام. بعد فتره بعد ما خدم الملك قال له ماذا تقول فيه يعني انت شايفني ايه انا كمان؟ فالراجل قال له لا اعفيني بقى لحد هنا. قال له ليه؟ قال له بس اعفيني يا سيد الملك انا مش قادرش اتكلم اكتر من كده. كالعاده الملك بعد ما كان بيديله الاكل والشراب منع عنه الاكل والشراب وقال له لو ما اتكلمتش هقطع رقبتك. في ايه؟ قال له يا سيد الملك انت ملك انت ملك ولكن يقول لك انك ابن ملك اسمعه ولا تصدقه.
فالملك اتجنن خلاص هيقتله ويذبحه. قال له ازاي انا مش ابويا مش ملك ازاي؟ قال له هكذا هكذا الامر. فالملك اتجنن فراح لمين؟ راح لامه. الملك راح لامه قال لها احكي لي حكايتي انا مين وابني مين. فقالت له انت ابوك ما كانش بيخلف وكان كل ما يتجوز واحده وبعد 9 شهور ما تخلفش يذبحها، فبالتالي انا خفت بعد ما ابوك اتجوز ما ذبحنيش ان هو ما يذبحنيش، فخفت من كده فروحت للطباخ اللي كان عندنا في القصر وكان مراته حامل وابوك راح في قافله. وطبعا ايام زمان كان لما بيروحوا اي قافله كانوا بيقعدوا شهور، فلما رجع لقى الملكه جابت ولد صغير خلفت بس هو مش ابنه، فالراجل فرح جدا وقال ده ابني. فالملك عرف ان هو ابن مين؟ ابن الطباخ. فما رضاش يتكلم فراح للراجل قال له ايه طب لما انا مش ملك امال ابويا يبقى مين؟ قال له ابوك يبقى الطباخ. فالملك اتجنن وعرف، يعني اتجنن وعاوز يعرف ازاي حاجه زي كده. قال له كيف عرفت؟ قال له يا سيد الملك الملوك من عادتها لما بيعطوا هدايا او بيعطوا منح يا اما بيدوا فلوس يا اما ذهب يا اما فضه، وانت لما حبيت تعطيني هدايا كنت بتمن عليا يا اما بالدجاج يا اما باللحمه يا اما بالمرق، فلما بتحب تكافئني بتكافئني بالاكل ولما تحب ما تكافئنيش وتعاقبني بتعاقبني بانك تمنع عني الاكل. يا سيد الملك ان العرق دساس. فالعرق دساس في الخيل لما نزل خدت من البقرة ونزلت تأكل من على الأرض، والعرق دساس في الزوجة بتاعة الملك لما اتطبعت بخصال أهلها الغجر، والعرق دساس في الملك لما اتطبع بصفة أبوه في حتة الأكل والشراب. سبحان الله. فدي كانت قصتنا النهاردة اللي وراها مثل اسمه العرق دساس، وإن شاء الله يكون عجبكم. ليه يعطيك صحة بالحق. أما هنا عرفنا كيفاش نجم يكون العرق دساس ورتفع لنا معناه بالحاجات الخايبة، أما على الأقل عرفنا أصل الحكاية وعرفنا كيفاش يكون العرس العرق كما تقول انت دساس. ولا هذه كانت الروبريك نتاعنا لليوم في مع المصري. مع المصري وتوا وقيت مع المصري. يلا هكا احنا بخيس وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، واعطينا كل اجابه حدايا حمزه بالشيخ وجيب معاك كل البول نتاع الاسامي الكل اللي شاركت معنا في تيراج اوسور بالنسبه للاسبوع هذا. نعاودوا نفكروهم الجماعه كلها راهو الناس الكل اللي شاركت معنا في التشانشينا للاسبوع هذا، لي كومونتير نتاعكم الاجابات الصحيحه الناس الكل دخلت في التيراج اوسور كيما هكا قاعدين تشوفوا مسيسك نوريهم حمزه البول تبارك الله معبي فيه وريقات صغار. مشكوره جدا انس اللي وقفت على حكايه والاسامي الكل موجوده. ترى نعملوا لهم الخلطه السحريه ولا يا حمزه؟ خلطه بيه خلطه بيه ايواش صحيت خلطه بيه بيه تراهم مازالوا كعبتين هنا تاعو فوالا. اعطينا تراه صلاح يمدنا وريقه. ايه هالي مدنا صلاح وريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تراه قول لنا انت حل الورقه انت تعطينا الكاميرا على يا على رب صلاح. على سعيد الحظ يا رب. خليفه الغاسمي ولا القاسمي؟ الغاسمي الغاسمي مريها لله. برافو برافو مبروك يا سي خليفه. مبروك يا سي خليفه كما قال صلاح. الوغ برو بلون على الاسم خليفه الغاسمي هذايا الغانيون نتاعنا للاسبوع هذه. سي خليفة كان تسمع فينا بيان سور مرحبا بك تجي في اوقاتنا الاداريه وتسلم الكادو نتاعك من اهداء الفريقي جي سام اللي ديما ديما مدلنا بالكادوات. فوالا هكا ان غران ميرسي ليكم الناس الكل اللي ديما تشاركوا في تشانشينا كل اسبوع. اكيد عندنا الجو نتاعنا على الباج اوفيسيال نتاعنا وتنجموا كيما كل عاده تشاركوا فيها. ان غران ميرسي ليكيب الكل اللي كانت معنا الزملاء في ليكيب تكنيك زميلنا احمد زميلنا
سهيل الزملاء في الديجيتال ولليكيب الكل اللي حاضر هنا. يعطيك صحه حمزه بالشيخ، مشكور جدا صلاح، يعطيك صحه، مشكور، ربنا يخليك يا نور، تسلم، يعيشك. هكا باش نلقاو اكيد الاسبوع القادم مع بعضنا ابغتيغ من الاثنين للجمعه، احنا الميسيون نتاعنا ان شاء الله. ولا شيف امين رماح اللي ديما مدلنا باللي غسلت لبنان، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه نور، الله يخليك، ان شاء الله نتقابلوا نهار الاثنين في دروسات جدد وبرش حاجات جديده، وكالعاده نحضروا الكرني نتاعنا ان شاء الله. اكيد اكيد، يعطيك الصحه. نقراو التشانشينا ويني؟ تشانشينتنا، يعطيك الف صحه، عاود بالسده المستمعين. تشانشينتنا كما اخر حلقه كما قلت حمزه باش نعطيو الحل للمستمعين، نعاودوها لاخر مره. اليوم تشانشينتنا تقول علي طولها طول نخله، وولدها قد الزير، وولد ولدها قد الذبانه، وبجنحيه ما ينجمش يطير، الحل هو الزقوقو. مين مين؟ الزقوقو الصنوبر. الزقوقو شو ما تدخلش معاه؟ الشجره نفسها، شجره الزقوقو، حبه الزقوقو، حبه الزقوقو. كليت ما تعرف الزقوقو؟ العصيده. العصيده، ايوه كلتها مره. الحبه اللي نتاعها هذيك اللي نعملوا منها العصيده، علشان حبه الزقوقو. احنا اسفين يا ست الحبه. يرجيك الصحة صلاح، وهذه حل تشجيلتنا لليوم. مشكورين الناس اللي شاركتوا معنا، اكيد مشكورة تشكال اللي ديما مدلتنا باللي برودوي الصحية، اكيد هريستنا من الجربة وطماطم الببغاء وكل ما هو هروس، وهذه برودوي ابنينا هكا ان شاء الله نشارككم معاها، نشارككم معنا اكيد البنة هذه وبنة رمضان. بالنسبة لبنة رمضان للأسبوع هذايا وفيت، ان شاء الله هكا نتلقاو في بنة رمضان الجديدة ابارتيغ من جمعة الجاية. كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو، ان شاء الله ديما صحتكم بجيدة، ديما نقولوا حاولوا هكا ما كثرش برشا من التنويع في الماكلة في شقال الفترة، نحافظوا على صحتنا، نحافظوا على الكالوري، وخاصة شربين الماء هكا نحاولوا انه نشربوا بطريقة صحية، مش هكا على غفلة اللي توجع المعدة، وتكون ديما هي فما حكمة ما المحالة. كان سيد النبي عمالها يقول لك اشرب الماء وانت قاعد، وعلى ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. هكا وصلنا معكم لنهاية حصتنا، ما بقى لك كان باش نقول لكم تصبحوا على الف خير. يا اللي تسمع فينا، جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي كثر الخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى.